جيمي انا بدي اسال اليوم انت سي تي او بدي اعرف تكنيكلي شو بتشتغل يعني انت اليوم بتدخل باسس تكنيكال بتشتغل بايدك بتتابع عندك فريق تحت ايدك بيشتغل معك خبرنا شوي اكزاكتلي exactly شو شغلك مزم. so يمكن ليتس دو سمول جاب لورا بس تنقول شو هي اي دي الوركس تقدر شو بنشتغل سو بيزيكلي وقت ما انا بامريكا ب 2016 انعمل نيو ديبارتمنت بالبي ام دبليو Uh, to innovate the logistics process بس تاخذوا فكره شو يعني لوجيستيك بروسيس بال2016 البادجت تبع اللوجيستكس بالبي ام دبليو كان اراوند 13 بليون يورو بس لوجيستيك يعني when we talk about the logistics we talk about the small goods to be transported inside the plant بس كمان الديستريبيوشن تبع الكارز اوتسايد اوف ذا بلانت ونحن كمان بالبي ام دبليو وبروديوس اور كار بنقول جست ان تايم اند جست ان سيكونس يعني ولا سياره بتترك البرودكشن لاين بتكون منا منبيعها اوريدي لكليون الكليون فيه يكون جيمي فيه يكون هايفا فيه يكون جو او فيه يكون مثلا بس حناني اللي هو ديلر شيب بس بنبيع على كليون وبيزكلي كل سياره على البرودكشن لاين بتكون ديفرنت كونفيجريشن سو ما بتكون ذا سيم كونفيجريشن تعطيك بس كمان فكره تانية مثلا بمصنع بالمانيا بنصنع السيري 6 السيري سيري 6 السيري 5 السيري 8 والسيري 7 ب بنزين مازوت هايبريد وهيدروجين والكتريكال اون ذا سيم برودكشن لاين so that تتعرف تعرف الكومبليكيشن تبع اللوجيستيك بروسيسز nevertheless عندنا مثلاً um, uh, suppliers who supply the goods straight to the production processes complex 2016 was to optimize these processes um, with new technologies يعني yani our main job was to introduce new technologies one of these technologies كان سميناه ال str اللي هو smart transport robot اللي هو روبو بقلب BMW Um, tailored for the needs of BMW to serve the BMW logistic processes ويساعد um, uh, repetitive work اللي هن مثلا forklift drivers that need to transport goods from A to B all the day. So basically هذا الروبو بي, uh, بنوب عن هاو العالم بيقدر يشتغل 24 7 uh, very small uh, 22 cm high um, can pick up to 1 ton and can drive up to 8 km بالساعه اللي هن 2.2 متر per second almost. So basically هذا الروبوت was introduced by BMW in 2016. In 2019, هذا Robo won the award of the best logistics innovation by Germany. Well, a lot of other companies outside of BMW um, were asking for this solution. and BMW's main job تبعها هي تصنع سيارات مش تصنع روبوت. So basically, BMW wasn't interested in supplying robots to different other companies. هون نحنا اشتل idea to let's say pitch the idea to the board of BMW. ونقول لهم إنه it's a good uh, solution. let's give it a chance let's found a company and this company will be owned 100% by the BMW group but will be serving different other client اللي هن مثل البي ام دبليو و we were successful in November 2020 the company has been founded اللي هي ideal works GmbH GmbH يعني مثل SRL بلبنان مملوكي 100% من البي ام دبليو انا السي تي او لهالشركه اللي هو شيف تكنولوجي شو السي تي او بس للعالم ما بتعرف شو السي تي او شيف تكنولوجي اوفيسر و... وهيدي الشركه مين عندها 23 ديفرنت كلاينتس um, اللي عم يشتروا هن هو السولوشن تبع البي ام دبليو ون اوف ذم مثلا تويوتا اللي كمان او اي ام لانه ذاتس also ا فيري امبورتنت توبيك انه نحن وي ونتد تو سبلاي not اونلي فور ا كار manufacturer بي ام دبليو car كار also e-commerce اي كوميرس ريتيل ديفرنت اللي عم هلا كشيف تكنولوجي اوفيسر تو جو باك تو يور كويشن نحن يعني شغلتي انا الاساسيه انه تو ميك شور وي ار انفستينج ان ذا رايت تكنولوجي وي ار انتروديوسينج ذا رايت تكنولوجي وي ار كيبينج اهيد وذ ذا تكنولوجي از جوينج الموجوده بالماركت لانه اليوم نحن الادد فاليو تبعنا او اليو اس بي هي انه وي ار هافينج ا تكنولوجي غيرنا بعض ما عنده اياها سو بيزيكلي وي نيد to make sure إنه وي إر We are going uh, with the flow but also we are investing in new technologies and that's also that's my main, my main business okay and a big engineering team um, that's also a different story that we can talk about it more than 75 percent of this engineering team are Lebanese engineers who are working in Germany in the headquarters in Munich we will share it SSE to make sure we are uh, using the latest technology and we are introducing a solution Perfect. جارين بس طلع الفيديو هيدا هو الروبوت مزبوط مزبوط يعني هيدا هو الروبو السمارت ترانسبورت روبوت كان الاسم تبعه بقلب البي ام دبليو اليوم اسمه اي دبليو هاب اللي هو الايديل وركس هاب الهاب اتس تو ديفرنت مينينج الهاب بالالماني يعني عم ترفع ونحن قلنا اتس هاب اتس ا نايس وورد ذات كان يوز سو بيزيكلي مثل ما عم تشوفوا يعني الروبو تبعنا Um, they can dock on, uh, underneath different shapes, mm اللي هن standardized solution بال automotive sector، but also in retail مثلا um, هون، and uh, it can lift the goods and drive fully autonomously inside of the warehouse, and that's a very important point. Yes. لأنه um, our client doesn't need any infrastructure, all what we need is just internet connection. How does it respond uh, to obstacles, إذا مثلا إذا رايح من point A ل point B, وإذا في حدا قاطع هاو داز إت ريسبوند؟ وإذا صار في كولوجن مثلا هاو داز إت ريسبوند تو كولوجن؟ إذا في دو روبو قاطعين كولوجن كولوجن. So it's a, it's a very good question. نحن um, عندنا شيء بنسميه dynamic obstacle avoidance which means الروبو عنده his own perspective whenever it sees an obstacle it will see it a little bit before and it will avoid this obstacle. And that's why I'm saying it's a fully autonomous robot. عندنا two different technologies نحن عالميا معروفة بالروبويات اللي بالوير هاوسز. في عندك شيء اسمه AGV.

the AMR it's totally different it's a very flexible solution it's an autonomous mobile robot which means whenever it sees an obstacle it will avoid it straight away mm. so but it will not avoid the the obstacle in a way that can cause a collision or um, cause uh, um let's say uh, to stop different other robots in the uh, in the plant لانه اليوم اللي بعد ما شفناه بهذا الفيديو بس بنشوفه بغير فيديوهات خاصه بال بالاوتوموتيف سيكتور عندك فوركليفت درايفرز عندك بايسيكل عندك عالم عم يسوق بايسيكل انسايد اوف ذا ويرهاوس عندك عالم عم تمشي بالويرهاوس um, عندك ديفرنت اذر فيكلز سو يو هاف ا لوت اوف ترافيك سو بيسيكلي يو هاف تو ميك شور انه ذس روبوت وايل اوفرتيكينج ان اوبستكل از نوت ستوبينج اذر فيكلز سو ذاتس اولسو ا فيري ام ام فيري امبورتنت برسبكتيف اند ذير فور عندنا شيء اسمه الكلاود اللي هي ستير بلاتفورم ستيرينج بلاتفورم للروبو وهيدي الكلاود ميك شور انه ما يصير في كونجيشن او ما يصير في كوليجن اكزاكتلي هي بيكون عندها الاوفر فيو على كل السيستم وهي بتعطي الاوردر للروبويات كيف يسوقوا وكيف يشتغلوا جميع سؤال عارفتي. قبل عارف. كنا نحكي انه الفيوتشر هو سيلف درايفنج كارز سو so, uh, هلا شو الفيوتشر بس قبل ما انقل على الفيوتشر فروم ناو بدي احكي شوي عن السيلف درايفنج كارز بتشوف قد ايه هي سيف قد ايه هي سكيور قد ايه uh, رح تكون يعني قد uh, ايه على الحقيقه رح نشوف عن جد انه كل السيارات حيصيروا سيلف درايفنج كارز فيهم يمشوا هالسيلف درايفنج كارز مع السيارات العادية على الطريق It's a very good question. So, It's a very good question to start with this example. اللي yes. يعني هون عم نشوفه نحن بالروبو بالفيديو هو nothing else an autonomous driving. The only difference انه الانفيرومون تبعي انا معروف يعني اليوم انا بعرف شو رح يصير بقلب البلان بعرف شو هن الطرقات ديفاين بعرف كل شيء كيف عم يمشي يعني اي كان بريدكت شو رح يصير مع الروبو okay. لهيك اليوم الاوتونومس درايفنج اذا بدنا نقول بالروبويات انسايد اوف ذا وير هاوس هاز بين اوريدي سكسسفل اند سكسسفلي امبلمنتد اند implemented. امبلمنتد هيدي هي الشغله الوحيده اللي بعدها ناقصه بالاوتونومس درايفنج بالسيارات لانه اليوم نحن عندنا بالسيارات اذا بدنا نسوق على طريق ما عندنا كل الطرقات بالكل العالم هي نفسها يعني best اكزامبل عنا لبنان يو نيفر كان بريدكت شو سي الثاني اللي قاعد بالسياره شو رح يعمل okay. يعني اليوم اذا انا ماشي بالسيارة سيلف درايفنج ولا حد سيء drunk ما بقدر انا تو بريدكت وات هي از جوينج تو دو اوكي سو so اليوم ما في اي cannot predict بريدكت ذا انفايرمنت قد ما علمت الانفايرمنت سو so لهيك نحن بعد ما وصلنا لليفل فيها السيلف درايفنج كار انه تكون عن جد productively working اللي وصلنا له in a different areas dedicated for self-driving but not only for self-driving self, uh, self -driving yet عم يصير في um, uh, test drives او okay. عم يصير في um, إن في five different levels بال self-driving انه نحن وصلنا للليفل 3 مثلا تسلا they always talk about the level 3 and now they are introducing the level 4 um, نحن بجرمانيا بنقول بعدنا بالليفل 2 بعدنا بعاد حتى عن الليفل 2 um,